مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الجزائرية شو. كالعادة في هذا البرنامج نتكلموا على أهم الأحداث السياسية الاقتصادية الاجتماعية وحتى الرياضية. مشاهدينا دون إطالة نرحب بالسيد خليل حامة الساحب لاستمارة الترشح لرئاسية 2019، يتفضل معنا. كما أرحب بالسيد سامي دوسان رئيس الاتحاد الرياضي لبوفاريك كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة تحت تصفيقات الجمهور. كما أرحب بالبطل العالمي لأول مرة في بلاتو جزائري، نرحب سويا بهشام مجتهد راهو حاضر معنا تحت تصفيقات الجمهور. أكيد كل بطل عنده مناجير ديالو، والمناجير ديال البطل العالمي ديالنا جامعة المناجير أمين صحراوي راهو حاضر معنا تحت تصفيقات الجمهور. أغيلاز أمقران كالعادة راهو حاضر معنا اليوم. وككل سهرة السبت نبدأ بالموسيقى، نروح نكتشف سويا الفنان لو حاضر معنا. قلبي نحضنكم حبكم اللي ينسواه
بلادي وجاع بلاد بلادي، نحني عليكم مصادي نضربكم مغناها، ما الشرق ولا الغرب صحراء وتلت عجاب، خاطري بكم من تربى يا ما شاء الله. السلام عليكم يا حبابي سلت عليكم، بالفرحة أنا جيتكم يا ما شاء الله. مبروك هذا اليوم بالزهوة مقيوم، إن شاء الله يدوم هذا ما نتمنى. مشاهدينا صابر هواري راهو حاضر معنا تحت تصفيقات الجمهور. إذا السياسة راهي موجودة، الملاكمة التايلاندية راهي موجودة، كرة السلة كذلك موجودة، وأكيد الأغنية النظيفة موجودة جينجل، ورانا راجعين. أنتم مشاهدينا وكذا بضيوف الكرام، مرحبا بكم في برنامج الجزائرية شو، كذلك الببليك اللي في كل مرة يرافقنا، وكذلك الأوركسترا ديال برنامج الجزائرية شو اللي في كل مرة يتعبوا ويرافقوا كل الفنانين اللي يكونوا معنا في بهذا البرنامج. ليكم أنتم مشاهدينا، إذا راك تشوف لينيرجي تاع الشباب يا سي حامة، يعني واش راهو يسنى فيك لو كان تطلع رئيس الجزائر؟ إيبا أني تاكل عليهم، هما الشباب هما لافونير. يعطيك الصحة، شكرا على قبولك دعوتنا. شكرا. إذن كما قلنا في البداية، الملاكمة التايلاندية راهي موجودة معنا بفضل بطل عالمي، دو فوا بطل عالمي وكذلك بطل أوروبي، حين نتكلموا كذلك على كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة، هذه الفئة اللي راهي مهمشة كثيرا، ولكن رانا لهنا الإعلام يلعب دور حتى نتكلموا على هذه الفئة المهمشة وش راهو يخصها من إمكانيات، وما نتكلموش إلا على كرة القدم، نتكلموا على كامل لي ديسيبلين وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة اللي لو كان ربما نقارنهم وش يدوا بالك ربما يدوا أكثر من ليزاتليت التتويجات اللي يدوهم بالك أكثر من لي ديسيبلين تاع الناس عاديين. من بعد نتكلموا على هذا الموضوع، وكذلك الأغنية النظيفة حين نتكلموا عليها بفضل فنان، هو فنان ولكن فنان صاعد، إن شاء الله نزيدوا نسمعوا عليها الكثير خارج الجزائر. مرحبا بك صابر هواري. أنيسة جيتنا من وهران. الحمد لله، شرف لي نكون معكم في هذا البلاطو المميز مع ضيوفنا الكرام، وأفيك بليزير، فرحان ووهران مسلم عليك اختي كاع، مسلمين كاع الناس الجزائر، نسلموا عليهم كامل الغرب الجزائري وكل الجزائر، لأنه نمثلوا 48 ولاية في هذا البرنامج وهذا القناة لقناة الجزائرية وقناة كل الجزائريين، وأكيد شعارها العيلة كبرت وإن شاء الله تكبر بكم أنتم مشاهدينا. إذا دون إطالة نتكلموا، نبدأوا بالسياسة، لأنه السياسة على بالك كامل يتحثوا على هذا الموعد الهام، والسيد حمى أسحب استمارة الترشح لرئاسية 2019، أليس كذلك؟ سيد حمانة مهندس دولة وخرج الاستمارات لأنه عنده نيته باش يترشح لرئاسية الجمهورية، وتاكل على الشباب باش يعطي برنامج ليهم والمستقبل تاعهم. إذا شعارك كذلك الاهتمام بالشباب. الشباب والشباب المتعطر. نعم الشباب المتعطر تاع لي تروا ديسبوزيتيف، احنا حابين أن نساعدوهم، حابين هذه العائلات تاع لي تروا ديسبوزيتيف ما يروحوش ما يتهمشوش ما يعيشوش الأزمة اللي راهم عايشينها. احنا حابين بهذا الترشح، بهذا فكره الترشح للرئاسيات، انشغالات الشباب المتعطر اللي قام
بجهد وقال ندير مؤسسات مصغرة، وكان شباب بطال وأصبح اليوم أرباب عائلات منهم رجال ونساء. راهم يواجهوا الأزمة الاقتصادية اللي ضربت العالم وضربت الجزائر، دونك احنا حابين نعاودوا نفعلوا هذا لي تروا ديسبوزيتيف. مليح، من بعد نتكلموا على كل البرنامج ربما باختصار، لأنه ما راناش في حملة انتخابية، رانا فقط نتكلموا على الناس اللي سحبوا الاستمارات. نعم. حتى نحطوا المشاهدين في الصورة أنه الحملة الانتخابية مازال يعني ما بداتش، ولكن سحب الاستمارات ابدا، وانت واحد من الناس اللي سحبوا الاستمارات، اللي فوق 120 يعني ساحب الاستمارات ترشح لرئاسيه 2019 ان شاء الله. اذا ربما سؤال الاول، من هو السيد خليل؟ هل متحزب ام حر؟ يعني مترشح، حبينا نعرفوا. مترشح حر، مهندس دوله، الاختصاص تاعي هو البناء. نعم. دونك اذا تبني العمارات ولي زابارتمون اكيد راح تكون. انا انسان تقني، دونك بالنسبه ل... نعم الله يبارك. الله يسترك. متزوج، زوجة استاذه جامعيه، ولدي ابنتين. نعم. الهدف تاعنا في هذا الترشح، نظن انا وال120 اللي راهم مترشحين، حابين يوصلوا اهتمامات الفئات المختلفة اللي راهي في المجتمع الجزائري. بس ماشي توصلوا الاهتمامات، لأنكم طموحكم أنكم توما اللي تكونوا في هرم السلطة، ما توصلوا الاهتمامات يعني ما راكمش واثقين أنكم توصلوا. لا واثقين، واثقين بصح باش تكوني رئيس جمهورية أي شوية تبدي بكري باش يجي النهار وتوصل. نعم، رئيس هذا جمهورية. هذا هو السؤال ربما الواحد اللي يطرحه، أنه كاين اشخاص ما كناش نعرفوهم ما نعرفوهمش ويروحوا يقول لك سحبت استماره الترشح، يعني واش رايكم المواطن كي يشوف واحد ما يعرفوش ويروح يسحب استماره الترشح لرئاسيه 2019؟ يعني هل تشوف من المعقول انه انسان ما نقولوش من العدم ولكن سياسيا ما راهوش معروف؟ اختي الانسه، ممارسه الديمقراطيه احنا حديثه لنا. مم. مم إذا عندنا 20 عام تاع ديمقراطية أو 25 عام تاع ديمقراطية، ممارستها رانا عادك في البداية. دونك رانا هذا وين بدينا نمارسوا الديمقراطية، معناتها 120 اللي جات تترشح كون لقات في مترشحين كبار شاهم يهتموا بحاجياتهم ما يتقدموش ويترشحوا. إذا أنت سيدي على بالك باللي 60 ألف توقيع ماكش راح تجيبهم؟ احنا نحاولوا وتاكلين على الشباب باش نجيبوهم، وإذا وصلنا وجبناهم نزيد نبين لكم نقاط أخرى من البرنامج تاعنا. نعم، إذا أغيلك. مساء الخير سي خليل، دونك مرحبا بك عندنا. الله يسترك. أنا كما بدات المقدمة تاعها أنيسة، احنا الناس نتكلموا على الناس اللي عندهم الرغبة في الترشح. نعم. لأن الترشح يبقى المجلس الدستوري هو اللي يعطينا لا ديرنيير ليست دي كونديدا كي سخون كونديدا أوفيسيلمون، دونك اللي يكونوا مترشحين اوفيسيالمون. دونك انت كي نتكلموا على الرغبه تاعك في الترشح، هل ما تشوفش انه اليوم كيما قالت لك انيسه من قبيله، الناس اللي ما مارسوش السياسه ولا جامي ناضلوا يخلوا البلديه، يخلوا الولايه، يخلوا المجلس الوطني، يجوزوا ديريكتومون ليليكتورال لو بلو امبورتون والكبير كامل لا ماجستراتور سوبرام اللي هي رئاسه الجمهوريه وتتقدم. هل ما تشوفش انه اليوم لازم نلحقوا وين نديروا قانون باش يكون لا كونديداتور فير لا ماجستراتور سوبرام لازم فيه دي كونديسيون بيان بريسيز؟ ما نظنش ان لماذا كون نديروا قانون غادي نخربوا في اسس الديمقراطيه. اسس الديمقراطيه هي ان كل جزائري عنده كل الشروط، عنده الحق للترشح. Ce qui se passe maintenant, précisément, c'est le fait que nous n'avons pas parlé des élections législatives pendant 6 mois, ou 7 mois, ou 8 mois, a fait une sorte de frustration. Nous avons eu, après le 18 janvier, quand le président de l'Intichabia, nous avons eu une petite phase dont nous parlons des élections législatives. Dans toutes les pays, الانتخابات الرئاسيه يتكلموا عليها 8 شهور 9 شهور قبل الموعد. دونك كونوا هدرنا وتكلمنا وقع فيها حوار كما اليوم راكم عرضتونا، هذه نوع من ممارسه الديمقراطيه. غادي نوجهوا الافكار تاعنا نطرحوهم، يكون عندنا دوتر كونديدا ان شاء الله تعرضوهم، ما يوقعش لو فينومين تاع 120 كونديدا. الناس تستحي شويه وتقول لا
ما عنديش أفكار، ما عنديش برنامج، ما عنديش فكر على الترشح للأسيد. سيدي الأفكار ديولكم نشوفوها لما يكون هناك مشاكل في المجتمع، ديروا بيان المجتمع يعني يعرف هذا الحزب أو هذا المترشح الحر يعني أفكاره ونراه الدور هل مع الشباب وشنو هو الحركة وشنو هو البديل، الطاقات المتجددة لازم نستغلوها، نبتعدوا عن البترول مثلا، تنوع الاقتصاد، يعني كل هذه الأفكار هي اللي تخلي مترشح حر يعني يكون عنده يعني حظ. فلما نشوفوا أنه كل هذا الشيء ما ندارش في سنوات ويبانوا لنا مترشحين، فإحنا رانا هذا غير بداية الديمقراطية. نعم. تبدأ كما هكا. من بعد نتكلموا على عدة نقاط. نعم. لأنك يعني رك مترشح مازال ما المجلس الدستوري ما طاش لاكور تاع كامل الاستمارات، ولكن لازم واحد يكون عنده برنامج ونتكلموا على ربما المشاكل بعض النقاط. إذا سيد دوسان، ديجا سيد سامي عنده مشكل عويص، عنده فريق تاع كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن أكيد الإمكانيات ما يشتكفي هذا الفريق الوطني، ولا حتى ما نتكلموش على هذا الفريق. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. La choukra à la wajib. Je suis très heureux d'être là en compagnie d'un super champion du monde. صحيح، مي خليتو اون ديرني لانه راح نتكلموا دان فيتور بريزيدون كي سي كو لا في نو ريزيرف او هذا البوبليك شالورو. احنا يعني سي تان سبور، ما درتناش على المغني تاعنا الفنان اللي جانا من ورا. انا جو لو سويت بوكو دو سوكسي باسكو اي لان تري تري بيل فوا. ميرسي، الله يحفظك. افيك بليزير. قلت لك احنا اون براتيك ان سبور يعني كان مارجيناليزي بكري. نعم. دونك مالغري كو ليتا تعاون اي سي با سوفيزون، سي دي جون. نعطيك انا باغ اكزومبل نوتر ايكيب، c'est l'une des meilleures équipes algériennes et parmi les meilleures au monde arabe. Donc, on a des joueurs qui ont fait deux championnats du monde, deux participations olympiques. On a des joueurs de très haut niveau. Ben, d'un championnat du monde, ils étaient contactés par des clubs étrangers en France, en Melbourne, en France. Donc, on a notre souhait, ce que c'est. Surtout, qu'on sera médiatisé. Pratiquement, l'Ihlam, ou il rattrape le football. والله العظيم سي اون فيريتي. اسمح لي، حتى لي سبونسور ربما يتبعوا كرة القدم أكثر من ال لا لا شوفي. نعم. لو بروبليم دو لا ميدياتيزاسيون سي با لو سبونسور. لا يعني هي حلقة، يعني ماشي غير الإعلام اللي يلام عليها التهميش، فكل حاجة هي حلقة. احنا بار اكزومبل نوتر ايكيب، حتى ولو قناة الجزائرية وان غطات لكم يعني جات لعندكم، وزميل جمال بوراس تنقل عندكم. لا لا يعطيكم الصحة، يعني شرفتونا يعني كي جيتوا عندنا بوفاريك. يعني انا سكو جو فو دير سيك ان مينيموم دو كونسيديراسيون من الإعلام وشويه من السلطات. نعم. اذا نبداو تدريجيا، حتى السلطات المحليه تعرف انه اذا هناك فريق عنده كل الامكانيات، يعني في الجزائر وفي الدول العربيه تري بيان كلاسي. اذا اين يكمن ربما النقائص؟ قاعه للتدريب موجوده؟ لا لا، احنا القاعه تاعنا ما شاء الله عندنا قاعه. واش يعني نتمناو يعني بار اكزومبل نهضر على لا دي جي اس. تكون سيت ريبارتيسيون جوست يا باك بمعنى معناتها في لي سوبونسيون ماذا بيا انايا تكون اون ريبارتيسيون فونكسيون دو لا بيرفورمانس دي كلوب، كو سوا لو هاندي سبور ولا لو باسكيت فاليد ولا لو هاندبال ولا الاخر. الدرا ما يروحوش غير الفوتبول، باسكو براتيكمون لا بلو كروند بار تاع الاخر يروح للفوتبول. نعم. إذا الغلاف المالي يكون مقسم يعني أباغ إيكال لكل احنا اون دوموند با دي مليار، احنا اون دوموند اون ا بيزوان دو فوتوي، فو سافي كان فوتوي رولون شحال يسوى؟ 7000 يورو. سي ترو شير. وهاد لي جوار هادي لا كي تشوفوا فيهم سي اي سون ايسيو دو فامي تري بوف، إيل فيف دو باسكيت. نعم. ونشكر لي سبونسور يعني اللي راهم واقفين معانا
c'est grâce à eux que ces joueurs يعني, gagnent leur vie. تدو ان تيتر ندير اون دوموند كنت ندير دوموند لرؤساء البلديات اللي فاتوا يا هو كان بوست دو ترافاي وهذو منين يعيشوا هذو اذا 6000 يورو للكرسي واحد زعما كرسي يتعطل سيد دوسان كيفاه؟ كي يتعطل الكرسي سي 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 دي فوتوي سبيسيفيك مخدومين بفيب دو كربون نهار اللي نقولوا ينشق ولا الحمد لله حنا لا باس تاع بوفيري قدامنا لو جينيرال هذاك على كل حال ارابا سبحان الله كاع البيبان باسكو يتسوداو بلا ماتيير تاع لي زافيون اذا نعاودو نوليو ليك باش نتكلموا على هاد كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة ونشوفوا السيد خليل ولا طلع ولا طلع رئيس دولة بالك احنا بسيفونسيون الى ما يهتم بهذه الفئة سي تربية نعم واش رايك سيرتو من سي خليل بارابور بارابور ا لونديسبور كيما حبي يقول سامي قبيله لا ديفيرونس سي كو حنا صح نميلو كل جزائري نميلو بزاف كره القدم ما لي شان انترناسيونال ما نديرو والو فيو كي نشوف الفريق الوطني الجزائري كله من مغتربين دونك هذا سي نوتر ديبا اغيلا صح ما ديرناش البوليتيك على كره القدم يرحم بابك انا نشوف سي لو رول دو ليتا باش تعطي فرصه لكل فئات المجتمع باش توفر لهم إيه إذا الفوتبول يجيب الدراهم إيه بان أون بران دو فوتبول بور دوني أ سي جون كي ساكريفي دو طون دو لا سي أون دوموند دو لا بيرفورمونس بلا دي جي اس السي سامي كي يجيو له يقولوا له حنا نسحقوا لي ريزولتا وفي لا فان سيزون لي ريزولتا سون لا مي هما لي سيبفونسيون تاعهم ما يروحوش ليهم لا كروند ريوسيت افون لو ريزولتا ديجا يل اورغانيز اون ايكيب دو جون كي اون دي ديفيكولتي سي با فاسيل دير في بالكم ان المنحه تاع الانسان اللي عنده احتياجات خاصه راهي 400000 سيدي انت يا شحال طلعها إيه 400000 يا سامح لي بدون اي تعليق نو نو يفو اتر كوراجو اي دير كو سا دوا باسي باش نفهموا زين سا دوا باسي دو 4000 الى 40000 دينار اي ساشون بيان كو 80000 دينار هو السعر تاع الانسان اللي نقولوا عليه انسان بسيط فقير اذا كانت عائله معنا خبير تتقاضى اقتصادي 80000 انه 80000 دينار جزائري تسمى انت 80000 دينار تشوفوا كوم سميك زعما الدخل انا فاهمين كون بو با فير تو سويت لو سميك 80000 دينار سي لوجيك اون با انكور لي موين بصح الجزائر عندها من الامكانيات ومن الطاقات لرفع السميك ا 30000 ولا ا 40000 تدريجيا با دانكو ولكن ذوي الاحتياجات الخاصه لا سي دو 4000 ا 40000 سي اذا هذه هي 18 ابريل جو سوي بريزيدون 18 ابريل سي 40000 دو باز بور الاحتياجات الخاصه اذا سيدي بدون انه يعمل نعم اذا وكذلك احنا الاعلام انا ناضلوا ان 400000 ما تكفيش لذوي الاحتياجات الخاصه اذا لي بارون واش يسوفخ على جال ابنهم ولا بنتهم ف 400000 وقتاش يدوها يعني بار تريمستر اذا هذا تانيك سي ان اوتر ديبا تفضل سيدي الاعلام هدر على 4000 دينار على 4000 هدرنا عليها سيدي 4000 دينار كيما راهم يديروا بيبليسيتي على المولوديه والسيربي والاخر سيدي احنا عرضنا ناس اللي نتكلموا على ذوي الاحتياجات الخاصه ولكن ساو با دير كي الاعلام يهدر راح تطبق الحاجه سيدي هو نضال الطرف ديالو الاعلام الطرف الاخر الناس اللي تشاهدنا الرساله وصلوها اكيد الرساله توصل وان شاء الله توصل لانه ذوي الاحتياجات الخاصه جزء لا يتجزا من المجتمع الجزائري اذا ندوا عندهم البركه نعم اكيد اكيد صابر هواري من سوبر ستار ما بانش صابر هواري لماذا؟ صوت جميل جدا وحضور لا الحمد لله على كل حال شوفي انا يهمني اختي العزيزه انه هواري صابر شرف الجزائر نعم شرف الجزائر لون 2004-2005 وما كانت سهله باش طلعت سوبر ستار نهائي برنامج عربي وصلت للنهائي نهائيات مي كانت اصوات مميزه جدا كنت الوحيد انا الجزائري اللي كنت نغني لو ستيل ديفيرون عليهم نعم فهمتي كانوا اصوات قويه اللي يعرفوا كاين بيبليك يعرفوا كاين ملحم زين رويده عطيه دينا كارازون مي كنت انا نفتخر باسكو كنت عندي هادو ما كاين اللي راهم خلاص راهم ستار ماشي يعني ماشي كاع مي الشركات الانتاج تاعهم في بلادهم هما عاونوهم غايه يعني صرفوا عليهم ودعموهم ماديا بصح انا شغل انا كنت الوحيد طلعت وحدي اختي ما نكذبش عليك طلعت بالكني تاعي ودعوة الخير تاع الوالدين ما نساهمش نحيي كاع والدي راه مشي باموالك الخاصه مي
مي حاجه حاجه اللي نفتخر بها اختي انيسه وكاع حبايبي ما يشوفوني، اني لما طلعت طلعت على جال حب الفن، حب بلادي، باش نوصل الامانه تاع الشيوخه. مي ربي وفقني وطلعت في اول انطلاقه تاعي كانت في سوريا. سوريا هي اللي الله يخليهم لنا، يعني بلدهم راهم ان شاء الله تعاود تولي ان شاء الله، يعني بلد صمود. سوريا كلها يعني حضنوني وقالوا لي قعد راك في بلادك، بلادك الثانيه ما نساهمش. حطوني نتعلم الموسيقى وحسيت روحي باللي انا راني في بلادي الجزائر. نعم. لما تعلمت الاصول الموسيقى العربيه والفن، حتى جاوا اللبنانيين على سوريا حتى اختاروني انا برنامج عربي، اختاروني انا الاول. قالوا هذا الصوت مميز. انا حسيت روحي باللي مازال راني، قالوا لي انت نسحقوك في لبنان، باسكو كنت انا نتميز بشيء جزائري وشرقي. نعم. على بها هذا المزيج اللي عجبهم. الله يخليك، يعني هذه الحاجه نفتخر بها اني نقول لهم الحمد لله. لما طلعت على لبنان زدت ثاني توسعت، وناس ولا يعرفوا صابر الهواري. قلت لهم انا صابر الهواري الجزائري، لان ما ننساش بلادي وتحيا بلادي. جميل جدا. صح صابر الهواري مجميع فنان عرضته من لا نوفيل سان، يقولوا لي نقول لهم لو كان يعيطوا لكم مصر ولا لبنان يقولوا لي انيسه حنا نروحوا تبقى بلادنا في قلبنا. فصابر هواري علاه ما قعدش في لبنان مثلا ويقول ويسمي روحه صابر هواري الجزائري مثلا وتولي معروف؟ هي بصراحه ان انا نشكر كاع الناس اللي محبين تاع هواري صابر يقولوا لي علاه ما قعدش في لبنان. نعم. باسكو انا ما نقولهمش، باسكو انا كل واحد لقى له ماناجير، لقى له شركه انتاج باش دعمه. انا قلت لك كنت لوحدي كنت في معركة وحرب. وهذه المعركة نبقى نقول لك اكتسبتها وربحتها، مي ماشي سهلة، باسكو شركة الإنتاج اللي تتبنى الفنان. دروك أنا الحمد لله راني نتمنى حد الآن نعاود نرجع لبيروت لبنان وفي اتصالات إن شاء الله، لكن أنا نتمنى من الدعم تاع المسؤولين تاعنا أن يوقفوا وقفة رجل. صراحة بالنسبة لي أنا كشاب، نحكي كشباب والفنانين اللي طلع مواهب العرب الجزائرية، عندنا موهب ما شاء الله. أنا أتمنى، أنا نقولها لهم مباشرة، المسؤولين يعاونوا الشباب باش يمثلوا الجزائر، لأنه عندنا أصوات نادرة جدا. يعطيك الصحة على التصارحة تاعك. ربما سؤال سوبر ستار، هو صابر نطرح عليك سؤال، سوبر ستار أم الحنوة شباب، شكون اللي ساعدت صابر هواري باش يكون اسمه؟ الله يخليك مزيان ذكرتي هذا الشيء الحنوة شباب، لأني طلعت في الحنوة شباب في 1999. نعم. مع شيوخ كانوا كبار، كان معطي باشي الله يرحمه. نعم. شريف قرطبي، يعني أخذت واحد واحد يعني كنت محظوظ. الحمد لله أنا لحقت عليهم. يعني أموت الله يرحمهم ويرحم كاع جميع الفنانين. أكيد. اللي عطوا الصحة الفنية الجزائرية. انا حد نقول لك حد الان مازال انا تلميذ هذه المدرسه. عندي مدرسه الحان وشباب، رغم انه كان فاتت الحان وشباب اللي دارت، لكن جامي شد دعوه من عندهم صراحه. يعني حد الان انا كفنان نتاسف اني مثلت بلادي ومثلت الجزائر وجامي دعوني في بلاطو تاعهم. انا بصراحه، لكن انا راني شغلاني نجتهد وندير باللي ابن الجزائر يطلع مهما كان الثمن، راني في بلادي ونوصل الرسالة مهما كان الثمن. أكيد، وهذا دور الفنان ورسالتك توصل بإذن الله. إذا نولي لهشام وصحراوي، إذا خليتكم لأنه نقولوا أنكم جيتونا من بلجيكا لقناة الجزائرية وان وبرنامج الجزائرية شو حصريا. إذا أحكوا لنا كيفاش بطل، نقولوا بطل عالمي زوج مرات، بطل أوروبي، بطل بلجيكا، ولكن هو يبقى جزائري، ف واش مدغابو اللي يطلع لما يكون بطل عالمي هشام؟ جي كومونسي بي. السلام عليكم دابور. وعليكم السلام. انا غادي نبدا ومن بعد نخلي هشام ثاني يكمل. تفضل. تو دابور جو فو رمسي. هكذا لي ماناجير يحبوا هما يبداوا سي كوم سا. تو دابور جو فو رمسي بور لانفيتاسيون. لا شكرا على والدك. جو في سوبر بليزير دو فوار ان ارتيست. نعم. وهراني اون بليس صافي طلع العلام شويه صافي بليزير. هشام سي ان شامبيون دو موند دو فوا، شامبيون دوروب اوسي، اي اوباغافون ايل ايتي شامبيون دو بلجيك. De boxe thaïlandaise et K1. Hein? Et le but de notre venue, tout d'abord, il y a un champion du monde dans l'Europe, il y a un champion du monde dans l'Europe. On a vu les photos. Voilà. Et le but aussi, c'est le ministère de la jeunesse et de sport. يمد لا ليسونس يوم شكاوى على الهواء. لا يمد لا ليسونس اوسي باسكو
يمد لا ليسونس هو راهو بلا ليسونس تاع بلجيكا فوالا يمد لا ليسونس تاع تاع الجزائر باش هكا هشام من يروح لدوتر باي يبين لهم بلي هو جزائري ويروح طونك ان الجيريان با طونك ان بلج دونك فوالا اون امغي بيان فير هذه هي الجزائر هذو هما ابناء الجزائر يعني في مقيمين في بلجيكا ما يخلصهم والو في بلجيكا ولكن ماذا بهم انهم الجزائر هي اللي تستغل هذه الطاقات فنشكركم على هذه الافكار انكم راكم حابين تكونوا بلا ليسونس الجيريان اكيد ورانا نشوفوا في الصوره الدرابو في نعم جامري بيان ريبوندير سور ان سور ان بوين سور ان بوين كو سيد دوسان فوالا هضر في واحد البوين تاع لو بودجي كاع لو بودجي دابري تو لي سبورتيف تو لي سبورتيف كامل تعاني وربما من هاد انا جي اون فيزيون بارابور ا موان سي ما فيزيون عطينا النظره ديالك فوالا تو البودجي فا سور لو فوتبول هي عالميا voilà. ماشي غير في الجزائر نو با عالميا باسكو نقولوا انه حتى في الدول الاخرى الكرة القدم هي اللي تاخذ الحيز الاكبر باسكو من تشوف الجزائر الله يبارك دير خمس خطرات لا فرنسا ومن اي بارتيسيبو لي جوز اولمبيك اي ريفيان افيك دو ميداي دو برونز نشوف ونقدر نشوفوا البالماريس تاع الجزائر دوبوي لانديبوندونس حتى لدروك البالماريس يهود راه يهود بشويه 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 كاين ان شاء الله في 2021 لي جو ميديتيرانيان جي ريغاردي ان ريبورتاج يا با لونتون اي جو شفت جمعيه وهران جمعيه ولاد الباهيه وهران عندي صحابي تما كاينه قدم لهم تحيه حماده فالي محمد جابر راهم يخدموا راهم يوجدوا دي زاتليت بور لي جو اولمبيك مي انا شو سور اي سارتان حتى واحد ما راه سامع بهم فو ميو كو المينيستر ministère de sport il d'amour parce que c'est une préparation c'est un but de 4 ans 5 ans 10 ans donc il faut voilà il faut préparer des juniors et à long terme باش تكون نتيجه voilà et ensuite اذا هشام قل لي فقط مرحبا بك في الجزائر الله يسلمك صحيت عندك زوج مرات بطل عالمي بطل وجبت لي غير لا سينتور هادي لا جبتهم بغيتي تشوف راهم جبتهم راهم دروك يجيبوهم راهم في الطريق بالك راهم جايين من بلجيكا راهم بالعقل حتى يوصلوا لي برنامج لا على بالهم جاوا مع رابح قال رابح جواه تقاله الله يبارك إذن هادوما الملاكمة التايلاندية هاد لي سانتور لي كوب وأكيد اليوم رانا محظوظين كرة السلة الملاكمة التايلاندية هادي شابة رابح نشكرك هادي هي وشنو اللي راهي عندي عطيني لا كوب يا رابح عطيتها لي شامبيون بلجيك تاع 2010 هادي 2010 شامبيون بلجيك 2013 On a été champion d'Europe du monde d'Europe 2013 هذه هذيك تاع هذه تاع اليوم هذيك الاخيره نعم اذا كما راكم تشوفوا في الصور شكرا رابح زينت لنا البلاطو واكيد زين البلاطو بتتويجات هشام قول لي هشام عندك جواز سفر جزائري ولا بلجيكي ولا انا زايد كبر في بلجيك بصح جزائري نحس روحي في الدم جزائري حبيت فقط نطرح سؤال لما كما شفنا في الصوره الاعلام تاع الجزائر تكونوا في منافسه عالميه ربما اوروبيه في بلجيكا وتطلعوا لهم الاعلام الجزائري فقولوا لي هل لو ستاف تاع بلجيكا ما يزعفش بالك داروا لكم لا فيديراسيون داروا لكم دي رمارك على هذا الاعلام الجزائري جامي فاصون كل واحد راه ليبر باش يشوازي البي تاعه اللي يبغي تاع القلب وهشام الى فان شوا تاع القلب هو جزائري يبقى جزائري ميم سي ممكن يسكن كاع في لاشين ولا يبقى جزائري دروك واحد اصول تاعه يعرف من جا ويعرف روحه وراه رايح دونك اذا الوطنيه هي اللي خلاتكم تجبدوا العلم ولكن هما ما داروا لكمش دي رمارك في هذا ما نجموش يغدي يديروا لنا دي رمارك كي كنت صحراوي في لي كوليس ما كاش نعم لا
مليح مليح. اذا ما بعد نعاود نولي لكم حتى نتكلموا، لو كان ربما تعيط لكم الجزائر هل تكونوا تقولوا نعم ام لا، من بعد نعاود نجي لكم. اذا نعاود نولي للسياسه. اذا اغيلاس واش نهضروا في السياسه الان؟ هضرنا قلنا له على التوقيعات، ما حبش يقول لي لا بدا الى مليحه الحاله. نروحوا نعرفوها 3 مارس ان شاء الله منوي. اي تمشي صافا الحمد لله. ان بو ديفيسيل، ما يفو با واحد يقول راهي تجري، سي بور سا مي راهي تمشي سي بور سا. قبل السؤال تاعي الاول حبيت نقول لك السياسه هي نضال، والنضال كي نروحوا الانتخابات لازم يكون عندك تمثيل على عبر كل الولايات. كي يكون عندك با اكزومبل، انا شفت في الصفحه تاعك تاع الفيسبوك وينك داير دير اون بتيت بوبليكاسيون وي قلت جانفي تو لو موند ا بارتيسيبي ا ما كومباني الكتورال، فو بوفي مي جويندر دو 9 ا 21 اور. وليك لو كان نبعثوا له ميساج بعد 9 تاع الليل شوفي معاه باش انا لو كان نبعثوا لك ميساج بعد 9 تاع الليل ما تواجبش ويري مدام ما تخلينيش. اه لا انا كدبت هاك عرفتي. ها هذا البوان الاول دونك راكم شفتوها معايا هي اللي جات معاك على بالي يتسمى و ايه كي نهضروا على النساء. واش انت كجبنا ناس هضرنا على البرنامج تاع هما الكوتي وين يشوفوا المراه، واحد يقول لك زعما المطلقات ديتون اللي تزوج بمراه ثانيه يدي ما على باليش شحال، وانت واش كي راك تشوف فيها المراه؟ برنامج للاسره للارمله للمطلقه. ياك راكم نظن لحقنا 200 مترشح رئاسيات. شكون اللي جاب معاه شريك حياته؟ لا واحد. لا انا إيه انت قارن انت واحد. لا لا انت بصح سيدي هل هذا تشوفوا انه معيار؟ آه معيار باسكو ما رانيش وحدي في الرئاسه، اذا ربي كتب ونتحقق لدى المسؤولين بيان سور. كيف او كاين الولاده وكاين الوساده، لا لا الوساده خليتها على على جهه، لا لا المراه عندها اون امبورتونس، هي اللي غادي تعاونك، هي اللي تكون عندها دور. بصح لما تكون رئيس يا ربي راك حتولي تشوف الزوجه تاعك ساعتين في اليوم. الا تخدم 13 يعني الا تخدم كرئيس الجمهوريه راك حتشوفها بالك ساعتين، حنا تاع سمعي البصري بالك راهم يشوفوهم ساعه في اليوم. الزوجه الجزائريه تخليك تشوف غير دوزر تخاف على روحها. سيدي وربما بديت تحاول تسحب الاستماره قبل ما تولي رئيس لانه مش حتزيد تشوفك. اه لا لا تشوفني وتقعد معايا وتعاونني باش نشارك. اذا عندك برنامج خاص للمطلقه والارمله. معك صفه نبداو بالناس بالنساء اللي راهي مهمشات، وهي النساء اللي راهم في البيت ويربوا اولادهم، وحنا الماكثات في البيت ماكثات في البيت وحاسبينهم حنا عتاد ماهوش بنو ادم. هذوك راهم يربونا في الجيل المستقبل، خصنا نعطوا لهم صفه نعطوا لهم منحه. كيفاه في النرويج ماهمش مسلمين عند المراه اللي تقوم بتربيه الاولاد عندها منحه تاع 600 اورو شهريا، واجب تاعها انها تربي ولادها اذا حبت تقعد في الدار. دوس انا ويشوف فيك سيدي راهو يقول لك ابدا بذوي الاحتياجات الخاصه ومن بعد روح للماكيتات. شوفوا اللي ما راهمش فاهمين حاجه، البلاد تاعنا ثريه من كل انواع الثروات البشريه والماديه والمعنويه، فعندنا في لي تروا سيكتور كاين الامكانيات. المشكل وين راه؟ احنا رانا نشوفوا شي سامحوا لي شي وحدين يتسبقوا يشروا طياره وخويا ما عندوش ان بودجي باش يقوم الفريق تاعو، سي با لوجيك. بصح سيدي هذا سي 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 يعني هذا حوار كما رانا نقولوا سي بيان حبينا نامنوا، ولكن هل ستجسد على ارض الواقع؟ نعم. انكم راحين تشوفوا للفئات المهمشه؟ نعم. هل راكم راحين تمدوا منحه؟ نعم. وحده ماكيته في البيت تقولوا انها عندها منحه؟ ما نجمش نقول لك مبلغ المنحه بصح تكون كاينه منحه للي كيسموه. وباش تفهمي السؤال الاول تاعي علاه راك تقول مسح الديون للشباب المتعطر، انا حاب ندافع على بمعنى مسح الديون للشباب المتعطر. شباب تاع لونسيج كناك اونجين. سيدي عندك انت درت اونسيج؟ نعم عندك. نعم. هذا راك تنادي لمنح الديون؟ نعم، لاني عشت المعاناه، عشت من نجحت وخلصت الدين نعرف شاهية ومين خلص. اذا انت راك مع لونساج بيان ما لا 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 مازال مانيش بيان، راني في طريق نكون بيان. راني في طريق نكون بيان. دونك درت الكريدي الاول وخلصته وباش ديتو يفالي اتون 3 زون اي دمي والقانون يقول لك 3 اشهر. دونك انا بغيت نفهم الناس ان بور كريي اون انتربريز سولون لا لوا سي 3 موا بصح لا رياليتي سي 3 زون. دونك مالغري سا ابري 3 زون جي بيي ما ديت. يا يو ان انسيدون في الدوزيام كريدي وين ما مشي قال خفقت وقعت لي سرقه،
كيفاش دوزيام كريدي تسمى معرفه؟ لا لا ماشي معرفه. كيف الناس ما داتش الاول انت ديت زوج؟ لا عندك ليكستونسيون. ليكستونسيون في 2010 يابي اون ليكستونسيون اللي يكون ناجح يلوفر دروا ان دوزيام كريدي. اذا لافير تاعك راهي ناجحه من لونساج. الله يبارك الله يبارك. لا حبينا حتى يكون نموذج. راهي قريب في التسويه. لا باش راهي قريب في التسويه. بور لو بان قريب. راهي قريب راك قريب تسوي. راهي قريب في التسويه. راهي قريب في التسويه. واش من المشروع اللي داروا؟ بناء. مؤسسه بناء. مؤسسه بناء. بناء نعم. نعاود نرجع للنساء. حبينا نقعدوا احنا في لونساج ما حبيناش. مرحبا للنساء. مرحبا اختي. وين بديتي؟ شوفي اوني 2 مليون دو ميكرو انتربريز. نهار اللي بداو كانوا 2 مليون دو شومور بطالين. اصبحوا ارباب عائلات. تخيلي انت واحد سامح لي اخي هذا هو المركبه اللي شراها ب 600 مليون. كان بطال شومور كان مسلك راسه. تروحي تقولي له بعد ما تزوج وقال له رئيس حكومه روح تزوج يا ولدي ما تخافش الجزائر هي. بصح قبل ما طلب الكريدي على باله بلي يوم من الايام راح يتزوج. ايه بصح نهار اللي طلبت له الكريدي اون 2009 لي ولايه نعم المحافظات تاعنا اون كريي 1000 اونتربريز بارون اون 2010 وقع الربيع العربي القياده السياسيه اختارت ان البلاد ما تروحش في امور اللي احنا فتنا عليها والاخر قالت لا نفتح الباب لكل الناس. اصبحنا من 1000 ل 20000 بار ولايه. انت دروك انت تجيبي مركبه تاع ترونسبور مارشانديز وين السوق تقبل 10 او 20 مركبه وانت تحطي 1000 اسكو غادي ينجحوا وينجموا يردوا دينهم؟ هما راهم ابان يوصلوا باش ينجموا يخلصوا كما قال لك الكريه تريسينتي الغاز وشويه واكله لاولادهم. اذا انت مع مسح يعني الديون. نعم مين مسحوا للافريقيين؟ بصح المشروع تاع اونساج. معليش معليش لا معليش غير باش المشروع تاع اونساج نعم. لازم ترجع الدين ديالك. إيه؟ هو في البدايه كيفاش كان انا نعطي له الفرصه. انا مين نعطي له مسح الديون؟ قال اذا نجحت ولايمت وراك حاب تزيد تدي كريدي واحد اخر رد لي الدين الاول نعطوك الدين الزوج نعطي لها تحفيز باسكو رانا في سيتواسيون دو كريز جو نو بلوك با لو سيستيم باسكو من هاد المركبه اللي تشرات ب 600 مليون هو مسكين راه يطيح وينوض باسكو ما شراهاش هو ثاني حط الدراهم فيها بعد خمس سنين ولا ست سنين ولا ربع عائله راه يوكل في وليداتو راهي كذا وتجي تقولي له انت بون سي بون ما قديش تخلص يا اخي نقلعوا لك وسيله التقو اللي راك تاكل بها وتشرب بها اش يدير هذا رب العائله مين تقلعي له لو مويان دو سوبفونيغ ان سافي اذا ما اونساج هو عليها راني نقول لكم ما مش عارفين انا الفرصه اللي عطيتيها هنا رانا نوضحوا للناس الامور ان احسن طريقه لحمايه هذيك العائلات وحمايه كل المجتمع ان اون ديكال قال مسح اللي نجح عاوده باغي تزيد تطور المؤسسه تاعك. بصح سيدي هذه هي الناس ربما صدق يامنوا واش راك تقول على مسح الديون وكان انت ما عندكش مشروع في اونساج ربما يمشيوا معك ولكن نعم. لما انت راهو عندك ديون إيه مع اونساج ربما هي صدق انا خبير في الامر عندي 10 سنين وانا نساعد في الناس نعم. ورئيس جمعيه وممثل وطني وممبر دو كونسي دادمينستراسيون تاع الفوند كارونتي والقوانين اللي تبدلت والاخر شاركت فيها لاني عندي خبره مدة 10 سنوات في القطاع. إذا دوك الآن الناس لي كوبلي خلصوا ال بي بي تاني يروحوا يسحبوا ما عندهمش الحق سحب لونساج لأنه لا راني عطيت لك مثال لا لا غير باش نقول لك سحب لونساج ما عندهمش الحق لا ال بي بي لا ال بي بي صح أنت عندك مشكل مع السوسيال نعم أنت عندك مشكل مع لا قرعي نوضح لك لا ماشي مشكلة مع لونساج سحبت استمارة ترشح كل واحد اللي عنده يروح يسحب استمارة أنا مهندس دولة نعم داكور وكاين أطباء المقيمين داكور راهم باش يكون عندك طبيب ومهندس ويولي عنده تجربه يفو اتوندر 30 عام نعم ومصرفه من عند الدوله تاع 2 مليار دو سنتيم باش يخرج لك طبيب سي اون اتوند دو 30 عام تخيلي اختي اذا انت وديري له ان سيرفيس سيفيل وفرنسا حداك تقول لك ساي اون ا بلو بوزوان دو كونكور لي لا بيريود دو 3 عام باش نديروا ليكيفالونس ساي قلعوها نعم علاه ça coûte moins cher d'offrir aux médecins algériens, ils jibou mel Jazair gratuitement du jour au lendemain on a des amis on a des cousins on a des afrad l'aïla اليوم كان شيروجيان هنا غدوه اصبح شيروجيان في فرنسا عنده مسكن مرأة للسياره والسياره تاع مرته يعطوها له ثاني حنا نقولوا له روح للصحراء
دير عامين. المشكلة سك ما نعطيلوش الإمكانيات باش إليكزارس سون ميتي. إلي لا جوست بور فار أون أوردونونس ورسل للجزائر. ماشي فاكتور. فاكتور إلا أن أوتر رول. سي خالي نولي لك برك أنت في الدومين تاعك. قلت أنت في البناء. وبديت خدمت تسمى. نعم. الله يبارك. وين وينك باني ولا وينك؟ شوف خدمت لو سونتر دو فاسيليتاسيون تاع لي جون في وهران. خدمت برنتانا اكس برنتانيا لا شومب دارتيزانا. خدمت للوكاله التنميه في مدينتي انا. خدمت في وهران انا قعدت مؤسسه مصغره. حبيت نقول لك تسمى لي بروجي تاعك ما فيهمش ما صراش فيهم مشاكل ولا؟ لا لا الحمد لله خدمت العماره تاع خمس طوابق. نعطيك اكزومبل على هذه القضيه تاع البناء علاه لو بلوكاج وقع. لي بروموتور ايموبيلي او ليو دو ريسبكتي لا لوا ويحترموا لا لوا ويديروا 18 شهر باش يسكن الانسان وسقسوا الخاوه راهم هنا يقعدوا 7 سنين 8 سنين. كون هما والدوله فرضت على هذا الاحترام تاع 18 شهر يسحقني انا كمهندس، يسحق الالكتريسيان، يسحق الانسان الاخصائي. بصح مين تقول له دير كيما بغيت؟ حتى واحد ما يجي يزقي عليك، حتى واحد ما يقول لك عندك بيناليتي، حتى واحد ما يقول لك ما كاش لا سيرفيونس تاع البروجي. اي نا با بوزوان دو لانجينيور. دونك لانجينيور ما ينجمش يطلع المستوى المعيشي تاعو، الطبيب ما يطلعش المستوى المعيشي تاعو، البلومبي ما يطلعش المستوى المعيشي تاعو. حنا يفو كون ريسبكت لي لوا. هذا مكان حنا تطبيق القانون اللي راه عندنا اشكال فيه ماهوش القانون. نعم. اذا من بعد نعاودوا نوليو لنقاط اخرى. سيد وسن، لي شاز رانا قلنا 6000 يورو للكرسي الواحد، يجب المحافظه على الكراسي. راهو عجبني سيد خليل لما يشوف الناس اللي جاوا معاه، هل راني هضرت مليح ام لا؟ هما راهم مساندينني. نعم. راني نقوم بالواجب ولا لا؟ اذا راك ليدر. الله يسترك. سيد وسان، الكراسي اليوم لازم تقول كامل الانشغالات تاع كرة السلة المنتخب اللي راك شاد، فلازم تطرح لي كامل واش راهو خاصك هكذا. ربما راهم يشوفوا فينا ويسهلوا لكم يسهلوا لكم الامور. فقط سيدي نقولوا انه لي كوب هادو ما تجاولكم. ايه نعم. الله يبارك. اذا رابح باسكو دخل لي رابح كلش على مره. ف معليش مع خويا. نعم. شامبيون دو مود نعبو مليح. مع امكانيات بسيطه جاب دو كوب. تخيل. نعم. يكون عنده ان سبونسور صحيح. صحيح. هو قال لك اوني تري بيان كلاسي. حنا اوني تري بيان كلاسي، اوني بيان بروتيجي بار لي سبونسور تاعنا. نعم مليح. اللي سونت ا نو كوتي. بلا اعلام وراك سبونسوريزي. اوني سبونسوريزي. فما بالك لو كان راك باسكو تاع كبير. حنا نخدموا. حنا اون ترافاي افيك لو كور ونخدموا. نعم. اي اون نام نوتر ايكيب. فهمتي؟ وهادو كلها منتخبات جزائريه ولازم نعرفوا. وماشي غير ونهضر ثاني على الجمعيات واحد اخرين مساكن اللي ما عندهم والو. ما عندهم والو ويحبوا يديروا الرياضه. نتمنى ان شاء الله يعني شاك ولايه ولا شاك كومين يعطوا نظره لهذ الجمعيات هذو اللي ما عندهم والو. خاص تولي للمدرسه. وزيد لو بلو بو سيك Les handicapés, ils sont plus représentatifs que les valides. Ils ont eu 19 médailles pour les Jeux Olympiques. Ah, 10, voilà. C'est pas le Jazeera. C'est pas le Jazeera. Eh, n'est-ce pas, Inch'Allah, qu'il y ait une certaine considération suivant les performances de ces jeunes. Nous disons à eux, travaillez sérieusement pour qu'ils vous aident. إيه سي فري. إيه أنا بالنسبة لي أنا كما قلت لك الإرادة تصنع المعجزات. نعم. أي ماشي غير في الجزائر، في كل الدول الأوروبية ولا العربية. أنا بالنسبة إلى شيخنا افيك بريزيدنت تأثرت بزاف بهذا الشيء. أنا كوني كفنان. نعم. أنا تاني نوجهوا هذا الشيء لأنه تاني الفنان راه مهمش بزاف في بلادنا الجزائر. حد الآن مازال ما خدش أي حقه، سواء المغني ولا الممثل ولا أي واحد. انا توجور انا نتمنى كاع الناس هذول في الجزائر المسؤولين. نعم. خاصه وزاره الثقافه يعني ياخذوا بعين الاعتبار كلمه الفنان وكلمه الرياضي صح. نعم. انه الفن والرياضه تجمعهم. نعم اكيد. صابر هواري، ما تشوفش انه ربما لي زارتيست اللي راهم متهمشين. نعم. ربما لانهم هما بالك الناس يقولوا انهم ما عندهمش لي فولورز بزاف في انستغرام، ما راهمش في عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانه كاين يعني فنانين هما يعني يديروا يشهروا بروحهم وينصبوهم. فهل انت ما تشوفش انه التهميش جاي
ربما لا صابر هواري ما نشوفوش بزاف انستغرام. لا شوفي الانستغرام ولا اي واحد لانه يعني اصبح معيار لان اليوتيوب هو الصح. نعم يعني اليوتيوب هو اللي ياخذ بزاف الاغلبيه تاع الفنانين. لكن انا ما تحكي لي على الاعلام، الاعلام اكثر في الجزائر ما راش يخدم الفنان الحقيقي الفنان الصحة. نعم. لانه الفنان الحقيقي لما تخدمه قادر يوصل رساله بعيد. نعم صح. لما انت تعاون واحد الفئه، فئه ما تستاهلش باش تكون فنانين ولا يكونوا. نحكي على الاغنيه، زعما الاغنيه هذه اللي راهم لهنا راك تقصف. لا 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 ابدا. نحكي عن الفنان الحقيقي. نعم. يعني بلادنا خصها دي زارتيس فغي وعندنا مواهب، يعني يكون يعاونوهم تاع الصح قادر يروح بعيد. نعم اذا من بعد لا نهضر. نعم. صراحه اكيد تحت لي المجال لا صراحه. انا حكيت لك باسكو انا متت بلاد الجزائر برا وحسيت الغربه. نعم. وحسيت شي ولا قيمه الفن والفنان الحقيقي. هاولا نعم. ودير نداء السيد الوزير. الوزير يتبعنا. لا هم يعرفوا كاع كل شيء صراحه، يعرفوا كاع. انا بالنسبه لنا نعطيك مثال، عثمان عريوات. نعم. انا انسان كبير 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 مهمش حد الان. نزيدك ثاني حد الان في ورع نصرات بومدين الله يرحمه، عبد القادر علولة، كاين دي جون الله يبارك ممثلين ومغنين مطربين شنقول لك بزاف. هذه جامت كي الله يرحمه استاذنا شيخنا بلاوي الهواري اللي نترحموا عليه الله يرحمه، احمد وهبي الله يرحمه، محمد بن زرقاء، احمد صحيح. صابر، هادو اعمده الاغنيه الجزائريه، اعمده الاغنيه صحيح. الورانيه دروك حنا تربينا معاهم، تربينا في هذه المدرسه دروك حنا لا جوناس. دروك ما نقولكش باللي معاونينا، حنا ما كانش دعم اكثر خاصه في هذا الفن نقي. دروك انا كما تقولي انستغرام، دروك انا راني نحاول نعاون روحي باش نربي ان بوبليك نقي، وهذه الرساله تاعنا في الجزائر. وعلى كاين الناس اللي رباو ان بوبليك ماشي نقي. لا كاين دي جون بصراحه، انا كاين غنى اللي راهي دور ماشي تاع لا راني على البوبليك جمهور يعني في انستغرام قلت لي لا باش لا نحكي لك، انا نحكي لك على الفن النقي. نقي الكلمات ولا نقي. مادام قلت لك عندنا جمهور رائع في الجزائر. نعم. ودواق بزاف بزاف بزاف. لكن الاغنيه النظيفه ما راهيش كاينه بزاف بزاف. نعم. اذا انت تناضل من اجل الاغنيه النظيفه. انا جيت باش نمد الرساله، وني الرساله تاعي ما نسمحش فيها باسكو الشيوخ عطوني الامانه وراني نمثل فيها. اني بصراحه اني نحكي انا كشاب وشفت الشيوخ اش قالوا لي وعطوني دروس ما نسمحش فيهم صراحه. نعم. اذا يعطيك الصحه. من بعد نسمعوك كذلك في ان دوزيام تيتخ، نعاود نولي لهشام. هشام قول لي، تعرف لي زاتلات تاعنا في الملاكمه التايلانديه الموجودين في الجزائر؟ كاين الله يبارك. اعطيني اسم ولا زوج. كاين خلاص. نعم. خلاص الجيريان كان كونو بوكسا في تايلاند. اها. والله يبارك الى افرونتي دي بون بوكسور. و سي تاني كيما يقولوا هما، مي لي با فيو كوم اون فودرا. زعما يشوفونا الناس سي ترو بو، باسكو انا نخدموا كيما كاع لي زاتليت نخدموا بزاف باش نوروا روحنا. ونطلعوا الدرابو الجزائري ميم سي اون في كيلكو بار دوطخ. هشام لو كان تنادي لك الجزائر باش تدخل للجزائر وتولي تمثل الجزائر افيك اون ليسونس الجيريان وبالعلم. نعم. الجزائري تقبل؟ نعم ام لا؟ حل هاكا يديا. برافو هشام، يعجبني. سي نورمال، سي نورمال دمي. نعم صحيح. سي جو سوي الجيريان، جو سوي دوريجين الجيريان. نعم. مي بوت لي با. اسمح لي. دابيتود سور لو رينك تي توجور افيك ان درابو. اجوردي جيتنا نورمالمون حتى ماشي حتى تجيب لك انا درابو. برافو. ميرسي. إذا جميل الروح الوطنية. سيد صحراوي كي يهضر هشام يتبعوا شو يهضر وخلاص، كي يقول حاجة تفرح يفرح صحراوي. أنا من يقول تحية الجزائر نفرح. إذا وش رايكم نروحوا للموسيقى مع الفنان اللي جانا من وهران خصيصا لبرنامج الجزائرية شو؟ أكيد تحت تصفيقات الجمهور. تفضل معنا.
تاني دور عليك وتولي لعندي ونادمة مازال تولي لعندي يا عمري ونادمة مازال أيوة لجانا من وهران. كما قلت أغنية نظيفة اللي تقدر تدخل البيوت الجزائرية، أليس هذا هو الغرض اللي يحب؟ الحمد لله، يعني هذه شغل الهدف تاعنا والهدف تاع المشيخة الكبار، يعني الشيخة أنه مازال الأغنية ما تموتش، الأغنية نظيفة راقية مازال عند العائلات. كما أنا نترحم على شيخي وأستاذي نعم اللي رباني وعطاني هذا الكلام الأغنية، نعم. أستاذ بالحضري بالحضري الله يرحمه، نعم. يعني إنسان رائع كان يكتب بزاف المغنيين، واللي لحنها لي محمد ثابت اللي كان يتعامل مع الشاب حسني الله يرحمه، نعم. وغيرهم من المغنيين تاع وهران. والآن راك أمل الأغنية الوهرانية هكذا قالوا لي. إن شاء الله أنا مشي هذه الكلمة هذه بصح الجمهور هو يحكم، لأنه إنسان لما يغني من قلبه قادر يوصل شيء للناس. كل واحد مشي، انا نحكي على الستيل تاعي انا والرساله تاعي، ما من الرساله تاع الشباب، كل واحد عنده ان كان سبيسيال. من نعرفوا كما كان المرحوم الله يرحمه الشاب حسني وشيخنا فتحي، يعني هادو الناس اللي كانوا محمد صحراوي وغيرهم اللي كانوا يمدوا الرساله تاع الصح سونتيمونتال فغي. من الاغنيه هذه اللي غنيتها دروك، نعم. هي اغنيه وهرانيه نظيفه راقيه. نعم نشكرك. اذا نقولوا اليوم كاين لا غولاب؟ بربي ان شاء الله. نعم كما قلت لك الاراده تصنع المعجزات، يعني نعم. مادام كاين شغل الشيوخه راحوا الله يرحمهم، مين كاين شباب غادي يمثلوا الجزائر ان شاء الله. نعم. كما قلت لك دروك رانا في العرس، هذا العرس اللي جبتنا، نعم. لي شامبيون خوتنا وسياسيين كذلك هنا. افيك بليزير، راني فرحان بهذا العرس صراحه. يعطيك الصحه، شكرا. اذا كلمنا على
هشام لاتليت تكلمنا على بطل عالمي دو فوا اوروبي وبلجيكي، ولكن قولوا انه هشام راهو كل يوم يعاني، ما تقدرش تاكل واش تحب، وقالوا لي انك واش تاكل تصور للكوتش ولا نوتريسيونيست؟ نوتريسيونيست ديالك تصور له واش تاكل، يقول لك مسموح ام لا. هشام قول لي كي تنوض الصباح جيعان كيفاش دير؟ نعم انا هو جو سوي سويفي باغ مون نوتريسيونيست. اها وجاتني سهله انايا خاطرش موالف. وشنو هو الغوبا تيب تاع هشام مثلا واش تاكل؟ الصباح نبدا بالدي فرونكو دافون موزلي شويه لي فروي سيك الحليب. سا سي ا 8 اور باغ اكزومبل. على 10 ديجا يا دو تارتين خبز بران شي خبز تاع لا وي فوالا اكزاكتومون افيك بلون دو بولي. نعم pour les protéines. نعم هذه على 10 على 12 عاود عندي ان كرون ريبا ليغوم باغ اكزومبل الحوت ولا اللحم سا ديبون اي بوي روز او كلك شوز بولي. كنت جاي تنحي الحوت من الطريق تنقشوا شفري. اذا نوتريسيونيست مثلا انت راك حاب تاكل حاجه ويقول لك ماشي مسموحه، اذا هشام tu es sérieux في هذا؟ Je suis très sérieux parce que c'est les petits détails qui font un champion. Les petits détails qui comptent, c'est très important. Ça, il se met une heure par semaine, bien sûr. Journée ouverte. Journée ouverte. Une des rails. Ça, قول لي في البتي داج كي تكون مع صحراوي هكذا اون ديبلاسمون هو ياكل في الملفاي وانت تشوف فيه الصباح كلا ملفاي قعدت نشوف فيه معليش نبغيه سامح لها. اذا ربما نروحوا نشوفوا صور التدريبات، نروحوا نشوفوها سويا ونرجعوا لكم. مشاهدينا راكم فهمتوا علاش زوج مرات بطل عالمي بطل اوروبي بطل بلجيكي، وان شاء الله عن قريب لما لا بطل جزائري، لانه جزائري في الدم وفي الروح والروح الوطنيه. فقط في الصور شفنا المدرب ديالك هشام. نعم نعم فالون باشا. اذا كيفاش العلاقه مع المدرب ديالك؟ تري بيان. راني دايره ماشي غير كيما كوتش تاعي، دايره فريمون صاحبي. يلق نكونوا فريمون بيان اونصومبل، خاطرش هو راه في الكوان تاعي مين نكون بوكسي. هذاك المومون يلق لك واحد دير فيه كونفيونس بزاف. نعم سي تري امبورتون. كيما خويا دايره كيما انا اللي فودني ندير فيه كونفيونس انت في نعم. اذا واش رايك نروحوا نشوفوا هذا المقطع الصغير ونعلقوا عليه؟ هشام الا راك داكور، الا ماكش داكور ما نشوفوش.
نروح نوري لك فيديو صغيرة تشوفوها ولا لا لا وي بيان سور يلا يا طولي لاخيتي هذه Ouais, Hicham, désolé, j'ai pas su venir avec toi en Algérie. Ça sera pour une prochaine fois. Je t'ai laissé avec, avec Amine. Je sais que t'es en bonne compagnie là-bas. J'ai pas su laisser tous ces boxeurs, tous ces boxeurs ici parce qu'ils doivent boxer le week-end prochain. Donc, je devais les préparer. Je te souhaite beaucoup de courage. Représente bien la team. Et voilà, tout le monde est là pour toi. 3, 2, 1. سيربريز مين جات هذه اذا تعليق واش رايك فرحني بزاف يعني كان باغي يجي معنا مسكين معليش في فرص اخرى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا بصح قول لي هشام عنده ماناجر عنده مدرب عندك يعني ما شاء الله عندك نوتريسيونيست عندك انا قلت نزيد لك اغيلاس ربما تحقوا في اون كومبان دو كومونيكاسيون غيلاس بور لو دغابو Mais aussi que Nahar Jazz professionnel a 56 munazala, 56 munazala, a perdu 11 fois, donc c'est vraiment un grand champion. Ah oui. Seyed Sahraoui, dis-lui, tu restes avec les athlètes ou tu te cherches à Ghana? Non, non, je suis avec manager تاع تاع الفنانين اللي يغنيو. راني غاية مع هشام وان شاء الله هشام يسخى البرومي ici en Algérie. ان شاء الله مازال ان شاء الله مازال ليام ونجيبوا دي شامبيون واحد اخرين باسكو الجزائر عندها دي شامبيون نعم صحيح واللي نعاونوهم باش يطلعوا الاعلام ثاني مازال نعم اذا سيد الصحراوي قل لي نعم. كيما الكره القدم نجيبوهم من الخارج لما لا نجيبوا الملاكمه التايلانديه لي زاتليت الموجودين في الخارج نجيبوهم للجزائر ان شاء الله احنا رانا دايرين ان بروجي هشام نعم. وانا مشروع. وفالون باسكو حنا رانا ثلاثه و سي اون تيم سي اون فام ليكيب ليكيب فوالا فالون نحييها لي جو في ان بتي كوكو دو لا نعم سي سي ان انترينور كونو اون اوروب يا بلان دالجيريان كي سان الباني سان فوالا سان الباني اي كي ام بوكو لي الجيريان اي هشام سي سون شوشو شوشو تاعه Et donc, voilà. Et Inch'Allah, maintenant, on a déjà un projet, Inch'Allah. Nous chauffons les grands, la boxe thaïlandaise, la boxe anglaise. On a hâte Inch'Allah, il a amené nos amis ministère de sport et de la jeunesse. On a hâte les Jeux olympiques et pourquoi pas des futurs champions du monde pour remplacer aussi Hicham. Bravo. Vous ne pouvez pas organiser un championnat du monde en Algérie pour Hicham. Justement, nous, c'est le but interne. Mais organiser un championnat du monde, il faut des sponsors. Déjà, on fait appel. Maintenant, il y a des sponsors. Hicham, il faut savoir qu'il boxe partout dans le monde. Au Japon, en Chine, en Arabie Saoudite, Dubaï, partout. Donc maintenant, s'il y a des sponsors qui veulent voilà, signer un contrat avec nous, avec Hicham, pour qu'ils puissent représenter aussi l'Algérie, pourquoi pas? Donc il n'y a aucun problème. L'exclusivité pour le Jazeeriawan. J'espère, on verra, Inch'Allah. Pour le Jazeeriawan. Une bonne communication, je pense, voilà. Il pourra voir son championnat du monde ici. Inch'Allah, mais il faut des gens qui investissent. Il faut aussi les jeunes, qui ont un droit aussi, parce qu'ils jouent, ils chauffent les combats. Parce qu'il y a une pub aussi. Donc. Organiser un championnat du monde ici, c'est notre but. Le combat, il prend un spectacle, là, voilà. C'est un show. Hein. C'est un show, mais c'est notre but. Si on a, si, Inch'Allah, dans les semaines qui viennent, il y a un championnat du monde ici, où là, un boxeur, il boxait contre Hicham, Michi Jazairi, Njibou, Maghrebi, Tounsi, parce qu'au Maroc, pratiquement, ils font ça. Non. Ouais, mais il faut. Wali mala fi Jazair. Inch'Allah, on n'est pas contre. Même Hicham, il y avec les conditions. Inch'Allah, هذا تولاتي راح يمد لنا ربما مشاريع للجزائر وللجزائريين للاتلات تاعنا. أمين فقط هل أنت يعني العمل ديالك إلا ماناجر تاع ليزاتلات ولا ديال هشام ولا عندك عمل عادي يعني وهذه ديرها يعني أون باراليل؟ هذه سي أون باراليل. أنا شو انجينيور أون انفورماتيك. آه.
الله يبارك. الله يبارك فيكم. اي سا سي مون دوزيام اون دير مون دوزيام ترافاي. نعم. اذا باش نقولوا انه لما نحبوا عمل والهوايه يعني نديروها ان باراليل على خاطر سي اوسي ان بليزير باسكو هشام الى بوزوان دي جون كوم هشام ils ont besoin de quelqu'un pour qu'ils puissent faire leur pub pour qu'ils puissent parce que نعم صحيح سي امبورطون. هشام انا قدامكم دروك غادي نقول له هشام انت اش دير؟ انا نتريني ناكل ونبوكسي. اسمح لي هشام انيس واش حاب يقول لك امين باللي شاك شوز كل حاجه في سبيشاليست تاعو هو اوتونك ماناجر خدمته لا تلات ياكل في وقته يزكي العرفات يقول له 18 لازم ياكل هشام 18 ياكل دونك سي فريمون ان بليزير ويعطيكم الصحه الله يبارك فيكم بارك الله فيك شكرا وما حكيتوليش على الكاوكاو والجوز ما حكيتوليش على الكاوكاو الجوز واللوز انا خاطيني خليه هشام هو هشام كاوكاو الجوز واللوز بيان سور بصح ماشي سالي ماشي سالي اي ماشي سالي بصح في لا سالاد يفو كل دو زور انا ناكل ان روبا كولاسيون يعني نعم ميم سي صغير صغيره ولا سوغ لا روت الا يكون عندي حاجه باش ناكل عليه سي لو كور سي كوم ان موتور خصها كونتينيو اي سويفر لوطو ما تتمشاش بلا ليسونس ولا ديزل يلق حاجه توجور في الكور تاعي اي باغ روبا سي 30 غرام حنا تاني ناكلو كل زوج سوايع اذا نعم انا باغي غير نمد نداء كاع لي جون توانا كاع الجزائريين ديروا اون انفيتاسيون لهشام مجتهد في لاباج تاع انستغرام وفي الفيسبوك تاعها باسكو ان شاء الله في مواد مارس عندها كومبا اي كوم ما كانش لي شانت ماكينه الجيرين بور كي سويف تو غادي نديروا ان شاء الله لو بوسيبل تاعنا باش نخليكم تسويفو لو كومبا تاعها اه تري بيان اون لايف دونك انستغرام ديال هشام سي هشام مجتهد مجتهد تري بيان ربما في راح يكون في الصوره هكذا الناس يقدروا يضيفوا هشام في الانستغرام واكيد هشام يكون كونيكتي مع الكومبا ديالو ولكن امين صحراوي ان شاء الله كي تفوزوا باذن الله افيك ان اوتخ تيتخ ديروا لنا فيديو تبعتوها لنا لبرنامج الجزائريه ان شاء الله والاعلام معنا اكيد الاعلام الجزائري اللي نفتخروا به اكيد في كل المناسبات التاريخيه الوطنيه الرياضيه اذا قبل ما نكملوا قريب نختموا البرنامج اعطي لي حاجه كابيلا معليش رانا في دردشه حلوه اعطيني سربريز هكا اسمحي لي نعم انا ماذا بيا جبنا واحده تاع بلاوي الهواري ولا احمد وهبي ولا احمد وهبي هاي خيبي راهو قال لك امين صحراوي مادام قرزك راه حامي اي الله يسهل راه حامي متخمش راه حامي متخمش من قلبه هو القرزي يحمي بصح من القلب يحمى صاير راحت لانكم من وهران امين انا من وهران هشام من وهران والله يبارك استاذ اون ريبريزونت بيان اوران تري بيان اذا نحيي وهران اليوم راكم اون فورس صح حنا في الغربه ما عندناش هذيك وهراني لا حتى في الجزائر ما عندناش حنا كلنا جزائريين مرحبا وكاع اكيد ونفتخروا بكامل العادات والتقاليد تاع 48 ولايه شرف لي اختي انيسه يعني فرصه هذه كما قلت لك انا في عرس وتلاقيتني بهاد الحباب صراحة الرجال هادو الله يبارك ونقول لك مازال بلادنا فيها رجال رجال يمثلوا الصح يمثلوا في التمثيل الصح وفي الأغنية النظيفة الصح أنا نتمنى إن شاء الله كاع بلادنا وهادو الناس يساعدونا باش نزيدوا نكملوا بلادنا راك تهضر غير على العرس على بالي العرس تاع رابح صح مازال ما جبنالوش الزوجة إن شاء الله عن قريب عن قريب نغني في عرسها إن شاء الله على هلا علاش لوموني علاش لوموني علاش تلوموني قلبي بغا كرهتوني علاش كرهتوني وكرهتوني على جالها ما نقدر شيء ما نقدر شيء
ما نقدرش نحول الحب الأول. أنا الحب الأول تيرارارارا 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 آه يا ليا يا معلاش تلوموني. هواري أبغيها كيما حبيت، أبغيها كيما حبيت، واحد ما يلومك. شكرا على هذا الرائعة لأحمد وهبي، نشكرك. نعاودوا ربما سؤال أم سؤالين قبل ما نختموا، واش رايك في الخدمة الوطنية للبنات كما قالوا أنهم البنات يولوا يديروا الخدمة الوطنية سيدي؟ جو نكرو با ما هذه ما تدخلناش عند الجزائريين، احنا الهدف تاعنا أن الراجل يدافع للمرأة الجزائرية، عندها دوطر سيكتور تنجم تسهلها على الراجل. وشنو هما لي سيكتور اللي المرأة تسهلها على الرجل؟ عندك الطب، عندك التعليم، عندك الخياطة، عندك مجال كبير وين ربي مسخرها على هذا الأمر. نروح نقول لها هذا احنا المرأة الجزائرية هو تاج راسنا، ما نخليهش فرصة أنه يطام عليه إنسان. نعم. عدو أو أي إنسان آخر. نعم. إذن اسمح لي يعني تفضل. حكاية الزوجة الثانية أنت معها ولا كونترا ليها ولا؟ راك باغي ما ندخلش للدار يا خويا عاوني. الله يهديك، ما تجيبوا لناش مشاكل. على غرهكم. كلمة أخيرة، كلمة أخيرة. سون فو لي جون أون بو ريان فار. بلادنا قوية، بلادنا شابة، بلادنا كبيرة. إذا اليوم أنا راني مترشح، سي غراس أن فرير، بلوتو دو فرير، رضوان روكاس. نعم يعطوهم منا في الصورة، نعم. خونا رضوان روكاس ممثل الشباب، وخويا الزاوجة وهرب هرب رياض كيساس. نعم. هو ثاني غراس أو سي الترافاي دو دي جون. على بالك انا ما عطيتش الصوره الحقيقيه تاعي، لان السياسه دخلت لها في 99. نعم. وين كنت انا شاب جزائري، طالب جزائري. مليح. وساندت مترشح ما نقولوش الاسم. نعم. تاعو. من هذاك الوقت وانا امارس السياسه ولا تحدث عن السياسه. اذا كنت تنتمي لحزب سيدي؟ لا لا لا. نعم. توجور حر. نعم. من المترشح اللي كان حر وانا حياتي فوتها حر. نعم عرفنا واش من شكون كنت تدعم. معليش. اذا سيدي لو كانت توصل لقصر المراديه، اول بلاد تروح لها زياره رسميه، واش من رئيس اللي تستقبله في الجزائر؟ طيب اردوغان. نعم. واش من البلاد اللي تروح لها؟ بوتين. التركيا الحديثه. برافو. اذا وصلنا مشاهدينا لنهايه البرنامج. اذا نمد لكم كلمه اخيره، والسيد دوسان كنمد لك كلمه اخيره، كمل النداء للناس اللي راهم يشوفوا فينا باش يعاونوا هذا المنتخب الوطني اللي نفتخروا به لكره السله. نبداو سيدي كلمه اخيره حتى نروح للسيد دوسان. غير حاجه. نعم. غراسا دي زوم كوم سا. دي ساكريفيس اللي هو اللي يقوم بهم انا نعرفهم. نعم. أنا نعرفهم، أنا رجل سياسي ونشوف هاد الجمعيات وهاد التضحيات اللي هما يديروها. حنا رانا في خدمة الشعب، ماهوش الشعب راهو في خدمة المترشح. نعم. هذا نعم. اللي خصنا. إذا كلمة أخيرة للناس اللي راهي تتبع فينا اليوم. نعم. اختاروا مليح. التحديات للجزائر راهي كبيرة، خصكم تختاروا مليح المرشح اللي غادي يصبح رئيس الجمهورية. يعني ونزيدكم حاجة. نعم. لي بوان اللي انا ذكرنا عليهم غادي يكونوا لي بوان تاع الانتخابات الرئاسيه المقبله ان شاء الله. شكرا. يعطيك الصحه على قبولك دعوتنا. سيد دوسان ما جيتش وحدك، ما جيتش وحدك، ما جيتش وحدك. جيت وحدي وعندنا دابا نتمنى ان شاء الله الفريق تاعنا. نعم. يبقى في احسن. نعم. مرتبه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله باش ناخذوا البطوله ان شاء الله السنه ان شاء الله. وجبنا لك هدايه باش نعطوها. نعم. لك هديه 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 لك.
ونشكرك بزاف على الدعوة هذه. لا شكرا على واجب. نحاولوا ندعموا كل الناس اللي جيبوا فاني هذا المايو تاعنا اللي فيه جميل جدا. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. يعطيك الصحة. بارك الله فيك وان شاء الله نتمنى الخير ليوتيوب هذه. يعطيك الصحة أكيد. إذا وهذا سيلفون من اليوتيوب. تفضل. يعطيكم الصحة. شكرا. إذا قل لنا كلمة أخيرة من مكانك سيدي. شكرا على اللي جيتونا من بوفريك وأكيد حين دعموا هذا المنتخب. كلمة أخيرة دابور نتمنى يعني اللونغ في. نعم. الوالدية ربي يطول في عمرهم إن شاء الله. ونسلم بزاف 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 على الزوجة تاعي باسكو وقفت معايا بزاف دون لي مومون لي بلو ديفيسيل دو ما في. غيلاس نظن انهم نساكم محظوظات جدا. احنا محظوظين يا اختي. احنا محظوظين. يخافها نعم تفضل سيدي. نقول عندي زميل نقول له يا خويا احمد. نعم. تي ترو جون. لا في مازال طويله قدامك. حبيت مكانك واقع. لا لا. C'est un gars que j'aime beaucoup. On dit, il ne faut pas que tu perds espoir. Ah, la vie est non, encore long. Ah, c'est une risale. C'est une risale. Risale de l'amal. Voilà. On te remercie beaucoup. La choukra à la wajib. Parce que je suis vraiment très content d'être ici. Et nous sommes très contents. Par ce monde merveilleux. Inch'Allah, chaque événement. شكرا لكم. ديروا الجمعيه تاعكم القناه بالقسمها الرياضي بصحابنا يزيد جلال اللي كوبريو لي بان اكيد باش تعرف بلي القناه تاعنا تبعنا. نعم سيد دوكا. عندنا فريق تاع الباسكيت تاع لي فاليد. سي لان دي بلو غران كلوب دالجيري. نتمنوا ان شاء الله يدير بطوله سنا باسكو اي لا ميريت فريمون ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا. كامل هادو انجازات تاع الشباب ديالنا والمنتخبات الوطنيه. اذا صابر الهواري كلمه اخيره قبل ما نكملوا معاك بالموسيقى. الله يخليك. يعني بهذه المناسبه وهذا بلاطو المميز نحب كاع نشكر كاع الناس اللي عاونوني في لي زالبومات تاعي والاعمال الفنيه اللي كانوا. عفوا الالبوم هدايا اللي عنده حوالي عام اللي راهو في الاسواق. نعم. انا نشكرهم بزاف اللي عاونوني ودعموني. يعني رجال هادو الناس شباب من بينهم هو ريشومان الموزع. نعم. والملحن عنده دروك راه يدير في انتاج مسلسل اطفال. مسلسل. نعم. اطفال اسماعيل زردان. كتاب كلمات قلت لك الشيخ المرحوم بالحضري بالحضري الله يرحمه الشيخ المكي نونا اللي راه شافيه في وهران واستاذ كان عبد الله بن حمد اللي راه مشرف على الاغنيه الوهرانيه وقودر بركان كذلك قائد الفرقه الموسيقيه. نشكرهم بزاف اللي عاونوني ما نساش خيرهم لانهم هما الدعم تاعهم هو اللي خلاني باش نكمل في الفن الرساله النقيه تاع الشيوخ. تحيه لكم. يعطيك الصحه. هشام مطفى كلمه اخيره للجمهور اللي اكيد راح يولي عندك جمهور اوسع في الجزائر. بغيت نشكركم جبتوني هنايا و صافي فريمون بليزير سي ان تري تري كرون بليزير بور موا و نشكر والدين بيان سور اللي موتيفيوني كل يوم ديغيغ موا. يقولوا لك معليش ما تاكلش الحلويات ومعليش قول لي غير كول كول كي تاخذ لا روتريت تاعك تولي تاكل كاع واش ما كليتش. والله ما على بالي كادي نديرو. انا قالوا لي فلا جورني اوفيرت قالوا لي سنيكرز مع الخبز ويضربهم. شكون قالها لك؟ نو بغيت نغمرسي تو الموند سا في فريمون بليزير اللي يكونوا معايا لا تيم فالونتيم والدي يا لا فامي كاع لي يموتيفوني كل يوم. وامنوا بك امين فوالا وان شاء الله البلاد دروك تسيبورتوني.
حياتنا جمهورايا وعائلتك لرانا انا معاك الجزائريه وان شاء الله ان شاء الله باش تبقى دائما وان ان شاء الله يعطيك الصحه فيك يعطيك الصحه امين صحراوي كلمه اخيره للناس اللي رايحين pour finir merci beaucoup pour la chaîne Al Jazeera One l'émission c'est vraiment quelque chose de professionnel fait Florop كاع الناس تفرجها الله يبارك émission Qaya la chaîne aussi Qaya الله يبارك merci pour l'accueil on voulait faire l'exclusivité à l'arrivée de Hicham Mujtahid on est passé ici et donc merci pour tout le monde merci pour les gens qui nous ont aidés et un maximum de partage du compte de Hicham Mujtahid d'Instagram, Facebook. Et Inch'Allah, à chaque fois quand il va boxer, on va essayer de filmer et voilà. Après, concernant les sponsors et d'autres choses, donc je suppose que la régie, s'ils vont mettre mon adresse mail, ils peuvent toujours me contacter. Et s'il y a un championnat, si maintenant il y a quelqu'un qui veut investir de l'argent pour organiser un championnat du monde ici, Narana Wajdin, il n'y a aucun problème. On commence avec Hicham, mais peut-être on terminera... Il y aura avec d'autres projets. Inch'Allah. Et donc, Arinat Amkran, Kelima Akhira. C'est toujours un plaisir, Anissa, d'avoir de l'énergie positive. Et nous vous remercions. Le Psaïto. Kimmel. Je t'ai dit, je vous l'ai dit, je suis pas Sami. Donc, je vous remercie. Inch'Allah, c'est un plaisir de voir un jeune en politique s'investir. سامي رانا معاك بالجزائرية وان بالبرنامج سي الهواري الله يبارك عليك كما قلت انا ما سمعتش كاع الراي كي سمعتك سا ما غابلي لي زونسي حسني ربي يرحمو بن شنات اكسيتيرا الله يبارك و لي دو شامبيون تاعنا ان شاء الله بوركوا با كي تعيم امين كوم مانجر عيط لي هذا على بالي تعيم مني يعطيك الصحة اغلاس اذا هواري اطلع سيغ سان لو طون اللي نختمو اطلع سيغ سان باش نكملو معاك بالموسيقى نكملها بشيخنا المرحوم احمد محمد بن زرقاء نبغيك نبغيك نعم هذه الاغنيه قديمه تراثيه ان شاء الله غادي تسمعوها ان شاء الله نعم يعطيك الصحه اذا مشاهدينا لبسناه لانه رانا مع المنتخب ديال كره السله راني لبستو نعم نتصوروا به اكيد اذا مشاهدينا الى حبيتوا تروحوا لدار جاف بوشاوي ما عليكم الا تبعثوا لنا في الرقم 66016 موكلي ديزاتشو كذلك اشكر محلات لوكسوري 61 على الملابس اللي راهي توفرهم لنا اذا بقوا دائما اوفياء لبرنامج واحد برنامج الجزائريه شو لقناه واحده قناه الجزائريه وان قناه كل الجزائريين تلاقاو الاسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناه
الجزائر كاع. ايوا شكرا.